طلعت برا الخلا لما اودعه كان ممتع ورائع وكان خطوة جيدة جدا انه صار بالبلدة القديمة لحتى نحيي التراث الفلسطيني فيها وبالاخص انه فترة كورونا بطلهم في حركة نهائيا. المشروع قائم في البلدة القديمة واحنا لإعادة إحياء البلدة القديمة من خلال الثقافة والفنون، وإحنا واجهتنا صعوبات في المشروع بالذات مع وجود كورونا وإلغاء كتير من الفعاليات مش فقط بفلسطين بالعالم بشكل عام، لهيك ارتقينا إنه إحنا ما نوقف نستمر بالعمل والفعاليات، فحاولنا إنه نشتغل على الفعاليات بنمط بمعمراعاة الجانب الصحي. البلدة القديمة عم نشوف انه شوية شوية عم تتغير الصورة تبعتها، عم تختلف النسيج تبعها، فمنحاول من اول وجديد نقول للناس شو اللي كان بصير في هاي الاماكن، كيف هاي الاماكن كان لما كان الصوت عالي ولما كنا احنا قادرين نزور وقادرين نتحرك.